اول ما الانثى تشد جسمها اعرفوا انها راحت في حته مش بتاعتها. الذكر اول ما يلين جسمه يعرف ان هو راح في حته مش بتاعته. الذكر قائد صلب شديد، الانثى القائده لينه ناعمه حكيمه. الانثى من ساعه ما اتجهت لانها تكون مسؤوله عن المصاريف بقت على طول بتقارن نفسها بالذكر وتحولت هي الى رجل شعوريا. هي طبعا جسمها ومشاعرها العميقه انثى، بس هي عايشه باحوال الذكور، والانثى ما تعيش باحوال الذكور، بتتخلى عن معنى مهم جدا لحضراتكم، معنى القياده. الانثى مسؤوله عن القياده الاجتماعيه لمجتمعها. يعني ايه القياده الاجتماعيه؟ يعني الانثى هي المسؤوله ان يبقى في اسره، الانثى هي مسؤوله ان قيادتها انها تبقى كعبه وجوزها وعيالها يتلموا حواليها، ومسؤوليتها ان الاسره اللي هي كعبتها دي تبقى مرتبطه بالاسر اللي حواليها، ومسؤوليتها ان هي ترتبط باسر كتير ثانيه. الانثى هي المسؤوله عن اتصال حضراتكم، فاحنا كلنا متصلين، ومش متصلين ببعض بس، لا احنا متصلين باللي حوالينا، وكل ما هنتصل بناس اكتر الانثى دي قائده اكتر. ايه سبب الخيبه اللي احنا فيها على المستوى الاجتماعي؟ ان الانثى سابت دورها الاساس في ان احنا نبقى متصلين، وراحت تعيش مع الذكر في دور ان هو بيبني وبيجيب فلوس، فاصبح الاتصال على مستوى الاسره وعلى مستوى العيله وعلى مستوى البلد حتى عامل ازاي؟ ضعيف جدا. بدون اتصال اسري وعائلي الحياه ملهاش طعم. طعم الحياه وحلاوه الحياه في الاتصال الاسري العائلي. فتخلي الانثى عن دورها انها بتروح تنافس الذكر، ما اقصدش منافسه انها حاجه غلط ولا بتاع، انها بتروح تعمل زي الذكر وتعيش زي الذكر، هي بتضعف، بتتنازل طبعا، هي مش ما جعل الله لانسان من قلبين في جوف. هتقوم بدورها بتعمل فلوس، ولا هتقوم بدورها انها بتربط الناس ببعضها وتعمل عيله؟ هي تعمل دي هتعمل دي، صعب جدا تعمل الاثنين. فهي الانثى ما بتتنازل عن دورها القيادي الاجتماعي انها تعمل اسره وتعمل عيله. ايه اللي حصل؟ ان الولاد اللي في الاسره دي علاقتهم زفت ببعض، وكام سنه وكل واحد هيتجوز واحد حتى، ولا هيعرفوا بعض اصلا، ومش هيبقى في اسره اصلا. بالنسبه لي انا مش هتخض يعني لما الاقيهم ولا عبرين امهم ولا ابوهم اصلا، مؤدبين وكل حاجه، مش لازم قرايه الادب، مفيش اي اتصال. يسالوا عامله ايه يا ماما؟ عامله ايه يا بابا؟ اخباركم كويسين؟ بس يبقى كده عملوا عليهم، تواصلوا بس ما اتصلوش. ليه بقى؟ لان امهم ما عملتش بدورها قيادي في الاتصال، وراحت عملت دور ايه؟ الذكر. الذكر دوره ايه بقى؟ القياده الماديه، ان هو يروح يشتغل ويعمل فلوس ويصرف، وهو اللي يوفر الماده اللي الاسره بتعيش بيها، دي شغلته، فهي راح تعمل معاه القصه دي. مهم جدا ان الانثى تعيش دورها القيادي الاجتماعي، ومواصفات القياده هنا هي نفسها مواصفات القياده عند الذكر، مع ان الانثى بتوظفها بشكل مختلف تماما. ومن اهم مواصفات القياده الانتماء، عندها انتماء قوي جدا لراجلها، فما الانثى تبقى مش عايزه راجلها يصرف عليها، عندها انتماء قوي ليه؟ ما عندهاش. وبالتالي الولاد اللي في البيت دول عندهم انتماء للاسره دي؟ ما عندهمش. وبالتالي الاسره دي طالعه عباره عن ايه؟ عاشوا وانتهوا كاسره، كل واحد على كيف حاله، مفيش حب، مفيش اتصال، هو اتصال الاساس، لان الانثى تخلت عن دورها في الاتصال. الانثى هي قائده الاتصال، ولما بتتخلى عن قياده الاتصال الاسره على طول بتتبعتر، لان الانثى مش قايمه بدورها قيادي نهائي في انها تربط الاسره ببعضها. مش بس كده، تربط الاسره ببقيه اسر العيله، وممكن تروح اكتر من كده، انها بتربط العيله بعائلات اخرى. ممكن دورها قيادي في الاتصال يروح لمساحات بعيده جدا. كل ما كانت الاسر متوصله ببعض، الناس اللي عايشه دي بيحصل لها ايه؟ بتبقى حاسه باطمئنان وراحه وطعم الحياه حلو. امارات هنا مثلا كمثال، في حداثه شديده وتقدم ما شاء الله مذهل، معاه ايه؟ الانثى بدات تشتغل، فالانثى ما بقاش في اتصال. انا بضرب مثلا بالامارات عشان احنا في الامارات، مش اكتر، الكلام ده في كل الدول العربيه. الاتصال بدا يبقى ايه؟ ضعيف، فالاسره بقت ضعيفه جدا، والعيله والقبيله والمدينه بقت ضعيفه جدا 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 جدا. بقت الحياه طعمها ازاي في بق الجميع؟ ملهاش طعم، ومستغربين، طب احنا ربنا اكرمنا وناجحين وما شاء الله ونجاح رهيب وحاجه عظيمه، ليه احنا مش حاسين بطعم الحياه؟ عشان ما فيش ارتباط، عشان الانثى مش عايشه دورها قيادي. انا مش هنا بهاجم الانثى، انا بنبه ان الانثى لها دور قيادي في ان يبقى في عيله اصلا، مش انها تصرف عليهم، هو ده دورها. فدور الانثى القيادي في انها توصل الاسره ببعض والاسر ببعض والعائلات ببعض، فيبقى عندنا حياه. الانسان كائن حي متصل، اول ما بنفقد الاتصال بيبقى حي مش عايش. في المقابل بقى تعال نبص على الذكر القائد، الذكر القائد
عينه وسط راسه. انا مسؤول عن بيتي، الذكر الاعلى بقياده، انا مسؤول عن عيلتي اللي اكبر من بيتي واسرتي، اكبر قياده، انا مسؤول عن قبيلتي، انا مسؤول عن مدينتي، انا مسؤول عن بلدي، انا مسؤول عن العالم كله. وبيعيش وبيكد وبيتعب وبيبذل جهد وبيعرق. الذكر بيجد فخ في انه يعرق ويكد ويحقق. الانثى بتعمل الاتصال ده وهي عايشه الليونه ولذيذه كده ومبتسمه وشها ينور اي مكان هي فيه. فحال الانثى القائده مش هو حال الذكر القائد. حال الذكر القائد حال في قوه وعرق وجهد، وحال الانثى القائده في ايه؟ ليونه وجمال ورقه وبلاغه ونور وحكمه. فتنازل الانثى عن دورها القيادي قطعا تاثيره على مستوى الاسره وعلى مستوى البلد مؤذي للغايه. بنصح من قلبي، انا جاي الامارات المره دي وشغال على القصه دي جامد ومش هبطلها، هفضل شغال عليها طول السنه، طول 24 والسنين الجايه. ان الانثى تعلم انها تقوم بدورها القيادي، ما تنزلش عنه، والذكر يتعلم يقوم بدور القيادي. ما فيش حاجه اسمها ذكر يقول لي ايه اصلا ظروفي كده، بس انا بشتغل في الحكومه واحنا عندنا كوادر ونظام، انا باخد اعلى دخل في المستوى بتاعي او في الدرجه بتاعتي وبس مش مكفيه، اعمل ايه طيب؟ انت راجل، الراجل بيعمل، بيحرك، بيكسر، يسيب الحكومه، يعمل اي حاجه، يعمل، يتصرف، يلاقي حلول، ينجز، يحقق، يقود. فالراجل ما يتنازلش عن قيادته زي ما الانثى متنازلت عن قيادتها وتنازلت عنها تكون كعبه اسرتها وكعبه عيلتها وكعبه مكانها وكعبه مدينتها وكعبه بلدها. الذكر تنازل انه يكون قائد وعايز الوناسه وعايز يطلع الكشتات وينبسط ويهيص وبتاع، ومستني الويك اند يجي عشان ننبسط انا واصحابي. احنا عايشين ليه؟ مش عشان ننبسط بذمتكم؟ احنا عايشين رجاله، احنا عايشين ليه؟ عشان ننبسط ونقعد قعده حلوه كده ونروق كده ونعمل دماغ. الرجاله دلوقتي بقوا عايشين بهذا الحال. هذا الرجل ليس قائد ولن ينتج عنه خير. زي الانثى اما تنزلت عن دورها بتكسب فلوس وممكن بتساهم في اسرتها، بس لن ينتج عنها خير لانها تنزلت عن دورها الاساس في ان الاسره والعيله متصله، وهو تنزل عن دوره الاساس في القياده والتوجيه. الانثى تبقى عايشه في ظله مرتاحه ومطمنه، حاسه ان وراها راجل، مش حاسه ان هي وظهرها عريان. دلوقتي معظم البنات والسيدات حاسين ظهرهم عريان، وعندها اخ واثنين وثلاثه وعندها زوج وعندها عيال وحاسه ان ظهرها عريان، لان الذكر تنازل عن دوره القيادي. انا بقابل واحد يقول لي ايه؟ بس انا مستني شغلانه الحكومه بقالي 8 سنين، طب بتكسب منين؟ ابويا وامي ما اعرفش، اختي بتصرف عليا، والله العظيم ما بهزر. اكيد انتوا سامعين الكلام ده عارفينه يعني، ولا غريب عليكم؟ في تراخي رهيب. ولذلك الذكر يعيش القياده ازاي؟ بجسم صلب، بينما الانثى تعيش قيادتها ازاي؟ اول ما الانثى تشد جسمها اعرفوا انها راحت في حته مش بتاعتها. الذكر اول ما يلين جسمه يعرف ان هو راح في حته مش بتاعته. الذكر القائد صلب شديد، الانثى القائده لينه ناعمه حكيمه. الانتباه هو ممارسه كل اللي احنا قلناه ده كله، وانتباه الذكر، الذكر دايما توجهه هو التحقيق والتنفيذ والانجاز، ده حال الذكر. وبالتالي الذكر عشان يكون منتبه بيشعر بشده ويشعر بقوه. الذكر لو قاعد مريح كده ما يعرفش حتى يستوعب. النقطه دي كانت مجنناني من صغري. كنت مثلا اروح لخالتي، بنات خالتي كلهم اكبر مني، اصغر واحده فيهم اكبر مني بست سنين، فكنت الاقي مثلا ايه قاعده في السرير بتذاكر، اقول ايه دي بتعمل ايه؟ وفوجئت لقيت بناتي بيعملوا كده، بيقعدوا في السرير يذاكروا. انا ما بشوفش ذكور ابدا يعملوه، يقعد في السرير يذاكر. ليه بقى حضراتكم؟ لان الانثى لما بتكون مرتخيه على فكره بتستوعب احسن. الذكر لو ارتخى زيها مش هيستوعب اصلا. الذكر عشان يقدر يذاكر لازم يقعد وينتبه ويحضر ويقفل ضهره ويقعد ويركز. فحال الانتباه عند الذكر حال يصاحبه الجهد والتركيز، بينما حال الانتباه عند الانثى يصاحبه ايه؟ الارتخاء. خدوا بالكم ان الانتباه عند الذكر غير الانتباه عند الانثى، وان رحله حياتنا هي رحله انتباه. الموديل ده كله بيبتدي بانتباه، ان انا منتبه او انا منتبهه ان انا في حياتي، أنا اللي بني هذه الحياة، أنا اللي بختار، أنا المتصلة، أنا المؤثرة في حياتي مش مؤثرة في الآخرين. التأثير في حياة الآخر ده نتيجة مش تبعي، حصل حصل، ما حصلش ما حصلش. أنا بعيش حياتي دايماً علشان أنا أشعر بالراحة وأشعر بالاتصال وأشعر بالسعادة وأشعر بالجمال وأشعر بالخير، مش علشان أسعد حد. أحب أسعد حد بس أنا مش حياتي علشان أسعد حد. أنا أحب أسعد اللي حواليا بس أنا مش حياتي وهبتها عشان أسعد اللي حواليا.